السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير صباح الخير، طلعت لي إشارة كده في الكاميرا. صباح النور وصباح الخير ومساء النور ومساء الخير، وأهلا بكم في يوم جديد إن شاء الله، وكل أيامكم سعادة. من أقدم المهن في الجزيرة، ولها يعني مهنة لها شرف خاص، وكلنا عارفين السبب، مهنة الرعي. والسعودية طبعا رغم انه يعني اكثر اراضيها صحراوية، لكن مهنة الرعي، وسبحان الله يعني كثير من الدول العربية صحراوية وفيها مهنة الرعي، مزاولة الرعي ما زالت مستمرة. فحبيت اوريكم المنظر هذا، رعي الجمال. طبعا الان في نوع من الندى، ما يسموه الندى، فيساهم في نمو الاعشاب الصغيره هذه اللي اقتاتوا عليها الحيوانات الجمال والخفان بشكل عام. وايضا يتم علفها بشكل شخصي، يعني يتم شراء العلف وطعامه بالماشيه. نكمل مع بعض. طبعا البعض يظن انه مهنة الرعي خاصة باهل القرى او شيء زي كده، لا، بيتم اخذ اماكن يعني على الطرقات اللي هي خارج المدينة، ويعني شوفوا زي كده مثلا بيوت صغيرة، مش بيوت يعني، عبارة عن مخيمات صغيرة يسكن فيها الراعي ويرعى الماشية. شايفين هذه الأعشاب الخضراء اللي في الأرض، هذه بتنتج عن طريق الندى، وبيأكلوها الآن عشان فصل الشتاء نوعا ما يعني عندنا في السعودية، فتنمو هذه الأعشاب. هذه مثلا عينة على الأعشاب أو العلف الذي يتم شراؤه، هذا كان طبعا اخضر ومع الزمن شوي شوي يصفر، بس ياكلوا الماشيه تاكله سواء اخضر او اصفر، بس هو اخضر طبعا بيحبوه اكثر. والاكياس البيض هذا عباره عن شعير، هذا طبعا كلها يتم شراءها. هذا نفس المنظر صورته في الليل، قلت اصور لكم هو في النهار تشوفوه، اللي هو قلنا كوبري. ايش كوبري؟ بريمان كده. طريق ينزل على الجنوب، وذاك جنوب شمال يعني. طبعا انا وقفت السيارة عشان اصور كده في اتجاه الغرب. هذه طبعا نفس المناظر صورتها في الليل، قلت اصور لكم اياها في النهار. هذا طريق القطار، قطار الحرمين على اليسار. يسارنا يعتبر شرق جدة، ويميننا غرب جدة. سبق وصورتها في الليل، ما بدي أطول في الفيديو، زي الفيديو السابق كان مرة طويل، فقلنا نطول في بعض الفيديوهات ونقصر بعض الفيديوهات إرضاء لجميع الأذواق. هذا كوبري التحلية، نفس المناظر اللي صورت لكم اياها في الليل قلت اصورها في النهار. انه فينا في فيديو برضو سابق البارح امس يعني صورته في النهار في الصباح، بس لسه ما نزلته لانه يبغى له تجميع وكذا. ان شاء الله ذاك انزله اليوم، وهذا انزله كده. نحن في بداية شارع التحلية،
طبعا زي ما انتم عارفين قلنا شارع التحلية هذا يقطع جدة من الشرق للغرب والغرب للشرق العكس، ويتقاطع مع شوارع رئيسية من الشمال إلى الجنوب. طبعا اليوم سبت عطلة، فالحركة المرورية نوعا ما هادية. هذه المناطق كلها كان شارع التحلية كان يتقاطع مع كل شارع بالعرض، يعني يتقاطع مع كل الشوارع اللي أخذ جدة من الشمال إلى الجنوب، فسووا الأنفاق والجسور هذه عشان يوفروا موضوع الزحمة والوقوف والانتظار. هذا الآن ده شارع التحلية تقاطع 60، لأنه برضو صورته أنا الليل على أساس يعجبني كذا أشوف ميجا مول على اليمين، شايفينه ميجا مول وكذا المواقف ويكيا على اليسار. زي العادة نحن أو زي ما أنتم عارفين هذا تقاطع التحلية مع طريق المدينة، هذا كوبري المدينة اللي أنتم شايفينه فوق من أهم شوارع جدة. نحن بناخذ الشارع كذا، طبعا نسبة فرق كبير في الزحمة كذا. نحن نازلين إيش جنوب البحر على يد اليمين، فين الناس اللي كانوا دائما يقولوا لي جدة جدة نبغى نشوف جدة. لما نبينا الطلبات كان رحتوا ما نعرف طريق المدينة، يسموه طريق المدينة النازل، طبعا شريان من شرايين جدة أو الطريق الرئيسي في جدة، مشهور جدا طريق المدينة. هذا سوق المساعدية، هذا كان سوق ما زال هو معروف لكن ما عاد في ذاك الشهرة، وإن كان يعني كذا يتميز بالمحلات ذات الأناقة الخاصة كذا، لكن زمان كان شيء يعني شهرة غير طبيعية. كان مجرد إنه أقول لك أنا رحت سوق المساعدية حاجة يعني كذا. طبعا أنا جيت لأنه غلطت في الطريق قلت أصور لكم، غلطت في الدخلة. ميزة سوق المساعدية انه مش كبير يعني على فوق، يعني مش اخذ طوابق يعني. نزل على الشارع اللي كنا نبغاه دقايق ان شاء الله. انا حبيت الفيديو هذا يكون شوية كده قصير على اساس في بعض الناس يحبوا الفيديوهات القصيرة، نرضي جميع الاطراف. حقيقة استوقفتني هذه الحديقة، حقيقة استوقفتني هذه الحقيقة رغم اني كم مرة امر من جنبها ما انتبهت للمنظر هذا، الكرة الارضية. لو كان دحين في بلد تانية كان اجدر انه الواحد يصور المناطق الحلوة هذه. الحمد لله اليوم حر وشمس، وسبحان الله نحن في برج اسمه برج الدلو، اكيد تعرفوا اللي هو اللي دائما يسألوا يقول لك انت ايش برجك، الدلو والجوزاء والسرطان مش عارف ايه زي كذا. بعض ما يعرف انه هو له علاقه بالجو يعني الطقس. يعني الدلو كانوا يقولوا لنا القدماء انه يعني ايش يعبي، يعني يملأ يومين ويفرغ يومين، نقول باللهجة المكاوية. والله شو حتى مشغل مكيف لا يكون صوت دوب اللي انتبهت الريح حق المكيف، يعبي يومين ويفرغ يومين. فالأمس لو الفيديو إن شاء الله ما ننزله كان برد وسبحان الله، واليوم حر، فهو كده يومين كده ويومين كده الدلو.
يلا استاذنكم ان شاء الله. استني هنا اشتراك او بالعكس، وهنا اخر فيديو او فيديو حلو هنا ولا هنا، المهم حسب ما ينضبط معاه. يلا السلام عليكم. في بعض التعليقات، الله يكرمكم جزاكم الله خير، شكرا جزيلا على السؤال عن الوالد والدعاء له، الله يبارك فيكم يجزيكم بالخير. انا لما انسى معليش ترى اقدر الظرف يعني اعذروني. بالنسبة لرؤية الوالد ما بدي احرجه، انا ذكرت هذا الشيء يعني تعرف، ولا عرضت عليه الفكرة، انا حاسس ان لو عرضت ما حيقول لا، بس ما ادري اعتقد انه حيوافق عشاني ولده يعني، فما بدي يعني يقول لك سيف، ما اخذ بسيف الحياء حرام، فيعني ما حبيت اني استغل يعني. فنشوف ان شاء الله كده اذا كان في وقت صفاء كده واعرض على فكره، اذا وافق ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشتراك هنا ولا هنا؟ يلا سلام.